19 بجامعة البصرة في تصنيع وإنتاج كت تحليل البي سي آر، والتي يحتاجها العراق بشكل ملح لتسارع عمليات فحص حالات الاشتباه بالإصابة. اكتشفوا أن هاي العدة أولا تختفي في بعض الأحيان، ما تجهز لأنه العالم كله في حاجة لها، وسعرها غالي $3000. طريقة العمل بيها 3 خطوات تكون طويلة، والمستضد اللي للفيروس اللي يكشف عن الحامض النووي الفيروس هو مستضد واحد، فتمكنوا من تطويرها بالتعاون مع أحد الأخوة المبتعثين بالخارج. اليوم نتحدث على اكتشاف عدة لتشخيص فيروس كورونا، وهو كت البي سي آر اللي قاموا به الفريق البحثي في كلية الصيدلة بتصنيعه وتجهيزه وفحصه في مختبرات دائرة الصحة، وأعطى نتائج باهرة. هذا الكت يحتوي على جينين لتشخيص الفيروس، أي جين، وكذلك الأو آر أف 1 بي جين يستخدم خصوصا لتشخيص فيروس كورونا. يأتي هذا الإنجاز مع إنجازات أخرى أعلنت عنها جامعة البصرة في مؤتمر صحفي، منها عدة التشخيص والوسط الناقل وإطلاق المنصة الإلكترونية لمتابعة مرضى الحجر المنزلي، فضلا عن منظومة الأكسجين التي تغني عن جهاز الدعم الرئوي في العناية المركزة. جربوا على المرضى وجربوا طكافة كلش عالية، والحقيقة هم أثنوا عليه، استعملوه لحد الآن، وطلبوا من عندنا تقريبا 100 جهاز صحة البصرة، زودناها من حد الآن ب 25 قطعة من هذا الجهاز، من هذا البنشوري ماسك، ومستمر العمل حاليا بشفتين، لأنه تصنيع طول كل شوية طبعا، كلفته ما بيكلف.